السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الحلوين، طلاب الصف الخامس، طلاب وطالبات رياض ومدارس جامعة الزرقاء الكرام. اليوم يا خامس راح نراجع الحصة السابقة ونبلش درس جديد مرتبط بنفس الموضوع اللي اسمه هو الموضوع الجديد اللي هو الاتزان البيئي. قبل ما نبلش فيه لازم نراجع ما المقصود بالنظام البيئي. عرفنا إنه المقصود بالنظام البيئي هو مساحة طبيعية من الأرض تحتوي على كائنات حية وكائنات غير حية. الكائنات الحية زي شو يا خامس؟ الإنسان والحيوان والنبات. والكائنات الغير حية يا خامس شو هم؟ هواء، تربة، ماء. تمام يا خامس؟ بعدين شو حكينا؟ ومثل ما عرفنا أنه العلماء قسموا الأنظمة البيئية إلى أنظمة كبيرة مثل الغابات والصحراء والمحيطات، وأنظمة بيئية صغيرة مثل بركة الماء، خلية النحل، حوض السمك اللي عندك. ممكن مدرستك يا خامس إنها تكون نظام بيئي، ممكن بيتك نظام بيئي، لأنه كلياتهم إنه شرط إنه يكون هاي المساحة من الأرض نظام بيئي، إنه يتواجد عليها كائنات حية وكائنات غير حية. وكمان يا خامس تذكروا إنه حكينا الحصة السابقة إنه يوجد علاقة بين هذه المكونات الحية والغير حية في هذه المساحة على الأرض، مثل النباتات تحتاج إلى التربة لامتصاص الماء والأملاح وتثبيتها. الكائنات الحية جميعها تحتاج إلى الهواء للتنفس. هاي العلاقة يا خامس ما دام ثابتة لا يوجد أي سبب يخل فيها، هذا النظام البيئي يكون متزن. إذا ثبات هذه العلاقة في النظام البيئي يعني اتزان هذا النظام. لكن يا خامس لو فرضنا أنه صار في عندك خلل في هذا النظام، طب ما الأسباب التي أدت إلى الخلل في هذا النظام؟ ممكن إنها تكون في عند أسباب اختلال التوازن البيئي أو الاتزان البيئي، ممكن إنها تعزى إلى التغيرات الطبيعية، أو ممكن إنها تكون إنه تدخل فيها الإنسان في هذا النظام. خلينا نأخذ واحدة واحدة. أول إشي التغيرات الطبيعية، نأخذ أمثلة عليها. تؤدي اختلاف الظروف الطبيعية للبيئة زي شو مثلا؟ تغير المناخ، نقص الغذاء زي جفاف، ممكن انه كوارث طبيعية، زلازل، براكين، أعاصير. هاي كلياتها يا خامس تؤدي من الطبيعة، تؤدي إلى اختلاف في الاتزان البيئي وخلل فيه. تمام يا خامس؟ ناخذ النقطة مثل أمثلة، أعطينا خلينا ناخذ أمثلة. مثلا زمان يحكوا لك انه كان في ديناصورات عملاق، بعض الحيوانات زي الماموث، هاي احنا نشوفها ونقراها بكتب العلوم. طب اختفت، انقرضت، شو سبب الاختلاف؟ ممكن انه يكون تغيرات طبيعية اللي ذكرناها سابقا، تغير مناخ، نقص غذاء عندهم، صار في عندك كوارث طبيعية ادت الى انقراض هذه واختفاء هذه الحيوانات. تمام يا خامس؟ ناخذ العوامل الاخرى والاسباب الاخرى اللي هي تدخل الانسان. زي شو؟ بعض الأنشطة الخاطئة التي يقوم بها الإنسان ممكن تعمل خلل بالتوازن البيئي. زي شو هاي الأنشطة؟ قطع الأشجار، حرق الغابات أثناء الرحال، ممكن إنهم تصرف خاطئ ممكن يؤدي إلى حرق غابة بالأكملها، تجريف التربة، تلويث البيئة سواء كان الهواء بدخان السيارات، دخان المصانع، ممكن إنه في عندك الرعي الجائر، الصيد الجائر في أوقات غير مسموح فيها لصيد الحيوانات. هاي كلياتها أنشطة ناتجة عن الإنسان وتؤدي إلى خلل في الاتزان البيئي. لكن يا خامس ممكن هذا الاتزان أو هذا الاتزان نرجعه، لكن هذا التوازن البيئي بعد فترة زمنية ممكن أنها تكون طويلة أو قصيرة حسب الخلل اللي بيكون فيه. فهذا درسنا اليوم اللي هو أخذنا التوازن البيئي اللي هو ثبات العلاقة بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية، وممكن إنه يؤدي تدخل الإنسان أو التغيرات الطبيعية إلى إحداث خلل، وأخذناه وأعطينا أمثلة عليه. هذا درسنا اليوم. إن شاء الله الحصة الجاي راح يكون في عندك مراجعة كاملة على كتابك. حضر كتابك وحضر قلمك عشان يا خامس نراجعكم كل إشي، نحله الأسئلة المطروحة بالكتاب نحلها على هذا الموضوع وعلى الموضوع السابق اللي هو النظام البيئي. ويعطيكم ألف عافية.